يا الله من جد ماني مصدقة اني انا حرجع اتفرج على الفيلم ده بعد كل السنين دي، بس دي المرة مو مع اخواتي، لا مع اولادي. اكيد السنين مرت، اكيد التقنيات تغيرت، التلفزيونات كبرت. نحن كنا زمان نجلس كلنا نتفرج على تلفزيون قد كده صغره، وما اوكلي كان يسوي فينا الهوايل بمغامراته وبالحاجات الغير متوقعة اللي يسويها. بس هذه المرة انا متحمسة اشوفها مع الشباب. احمد دواب شباب يلا يلا بسرعة 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 يلا 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 متحمسين؟ ايوه يلا نتفرج. الشاهدة على حضور البشر. هذا صاحبه من الغابة. الله ولع. حيفوز ولا ما حيفوز؟ مستحيل. انت يا احمد؟ انا اقول حيفوز. انت تقول حيفوز؟ موغلي انه شجاع، يعني على قد ما انكر 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 انه هو انسان، في الاخر واجه على الواقع. اكثر جمله عالقه في دماغي من الفيلم: من منكم سيتبعني؟